بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي لغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر لي حساب وبس. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية المنهج بتاعنا. هناخد حاجة جديدة النهاردة يا جماعة، حاجة اسمها النمبر لاين. حاجة اسمها إيه؟ النمبر لاين. يعني النمبر لاين يعني حاجة اسمها خط الأعداد. ايه خط الاعداد ده؟ خط الاعداد ده يا حبيب قلبي هو عبارة عن خط كده، تمام؟ خط كده بيبدأ من عند الايه؟ الشمال، من هنا بيبدأ من عند الزيرو، ده عليه كل النمبرز اللي احنا عارفينها، كل النمبرز، كل الاعداد. هو زيرو، ال 1 2 3 4 5 6 7 so on. سؤون يعني ايه؟ لاخر الاعداد بقى، لحد المليارد والتريليون والتريليار والبليون والبليار وزنكليون وزنكليار. دي ارقام كبيره، دي ارقام كبيره. يبقى الخط الاعداد معنى كلمه، معنى الري ده ان هو ماشي على طول. سو اون يعني الى ما لا نهايه. طيب خط الاعداد ده يا ولاد، او النمبر لاين ده، لما اجي اتنقل من فروم ليفت تو رايت كده بزود، بزيد بإيه؟ بزيد. لو هتحرك from left to right كده بزيد. طيب لو قلت مثلا right بزيد في الأرقام، أهو بتحرك أهو من from left to right، هنا 0 1 2 3 4، شوف أهو بتحرك من from left to right. طب لو right to left، لو right to left كده بقل ال 4، بعد كده بقت 3، بعد كده بقى التو، وهكذا. تمام. يبقى ده اسمه النمبر لاين، وهنعرف ازاي دلوقتي نمثل عليه او نعمل عليه. طيب لو انا جبت لك مثال، هنشيل كل ده، يعني هنشيل كل ده، وقلت لك تعالى دلوقتي ده نمبر لاين وعليه هنا نقط بوينت، يعني ده اسمه A وده اسمه C وده اسمه X وده اسمه Y وده اسمه بي. وقلت لك هنا احط لي الساين دي سمولر ولا جريتر، وقام جاي لك مثلا هنا الاي وهنا الواي، البي والسي، الاكس والبي، البي والواي، تمام، البي والسي، الاي والاكس. يقول لك ان مين الكبير؟ هل يا ترى ده ولا ده؟ انت معايا ولا مش معايا؟ خليك معايا دلوقتي. هنا بيقول لك مين الكبير؟ الجريتر مين؟ الاي ولا الواي؟ ادا الاي ودا الواي. مين الكبير؟ الاي. ومين البيجر؟ الاي ولا الواي؟ طبعا البيجر اللي هو اللي هيكون على اليمين، اللي هيكون جهة اليمين. مين بقى؟ الاي ولا الواي؟ هو اي ولا الواي؟ هيكون مين؟ الواي، هو الاي البيجر. طب البي ولا السي؟ ادا البي ودا السي، اللي على اليمين، اللي على اليمين مين؟ البي، هو ده البي، هو البيجر. الاي والاكس، ادا الاي وده الاكس، من البيجر اللي على اليمين، من اللي على اليمين الاكس، هو ده الكبير. الاكس والبي، ادي الاكس والبي، الاكس والبي، من البيجر البي، البي والواي، ادي البي وده الواي، ادي اللي على اليمين اللي هو مين؟ البي، البي والسي، ادي البي وده السي، من البيجر اللي على اليمين، اهو من ناحيه ايدك اليمين هيكون البي. خلاص كده تمام. طبعا معلش على الصوره ديت، لان والله الكتاب اصلا مش معايا ولسه ما نزلش عندنا، فجزا الله خير يعني ولية أمر طالبة هي اللي بعتت الصورة ديت. أي نعم مش واضحة، بس هنحاول يعني بقدر الإمكان. معلش هي الصفحة دي بس، يعني مش كله. يعني بقول لي هنا present each of the following set on the number line، يعني مثل الأرقام دهيت على خط الأعداد. أول حاجة هتقوم رسم أنت خط الأعداد، أنت وتتعلم إزاي ترسمه. بكتب هنا مثلا 0، تمام، 0 1 2 3 4، تمام. قال لك هنا عم اعمل ال1 واعمل ال4. ال1 ال1 اهيت، او ما عامل كده سيركل كده صغيره واقوم مظللها كده من الاول، وال4 ادي ال4. وبعد ما تعملهم خلاص، هو قال لك ال1 وال4 بس، او ما عامل ايه؟ اوصلهم ببعض، بس كده بس كده بس كده، ده اللي انت هتعمله. خلاص خلاص. طب افرض قال لك مثلا ايه ال4 بس، ابقى اعمل 4 بس، يعني هو قال لي ال4 بس، يبقى خلاص ال4 بس، اهو او اعمل 4 بس كده،
وتسيبها كده زي ما هي، مش هعمل خطوط بقى لان مفيش ارقام تانية. طب قال لك الزيرو والتو والثري هنعملها بالقلم الاخضر، ادي الزيرو اهيت وده التو وده الثري، وانا ايه اوصلهم ببعض. صعبه كده؟ اظن الموضوع ده كده سهل. طيب 3 وال 4 وال 5 وتقريبا 6 هنا ماشي، تم اعملها برضو نفس الكلام والارقام دي وده وده ده. طيب هنا بقى نمبر جي 7 و9 يونيون، 7 اند 9 يونيون ال 8. طبعا يونيون انت عارف زي ما احنا خدنا في الفيرست تيرم ان انا بحط الارقام دي على دي، يعني هنا يطلع لي ايه؟ بجيب كل الارقام هيبقى 7 و9 و8. تقوم انت عامل نمبر لاين بتترقم وتعمله نمبر من فروم 0 تو 10، وبعد كده تقوم عامل له ايه؟ الايه الريبريزنت بتاعته. طيب هنا قال لك 4 و8 و9 و10 ديفرنس ال 8 وال10. نفتكر الديفرنس بتاع الفيرست تيرم، اقول لك الديفرنس ايه؟ كنا بنحله بطريقه جميله ان انا كنت بشيل المتكرر، بشيل المتكرر في الجهتين اللي هو ميز ال 8 تروح مع ال 8 وال10 تروح مع ال10، وبجيب اللي اتفضل من مين؟ من الفيرست سيت، من المجموعه الاولانيه اللي هي دي، مين اللي اتفضل ال 4 وال 9؟ يبقى هنا الريمندر عندي ال 4 والايه وال 9، هم دول اللي هيتعاملوا على الايه النمبر لاين. يا رب تكون فاهمني، يا رب تكون فاهمني. هنا برضه نفس الكلام 3 4 2 يونيون 4 و5 دي يونيون، يبقى اكتب الارقام 3 4 2، كتبت الارقام دي وبعد كده اكتب ال 5، صح ولا لا؟ انت معايا مش معايا؟ كتبت الارقام دي 3 وال 4 وال 2 وال 5. طب ما كتبتش ال 4 ليه يا مستر؟ ما احنا قلنا زي المره الاولانيه في الفيرست تيرم قصدي ان الارقام ما تتكررش، لان انا كان كتبتها اصلا اهي ال 4 هنا اهي، خلاص كتبتها. واقوم اعمل بقى ايه النمبر لاين بتاعتي، واعمل ايه امثلها. طيب هنا قال لي 2 وال 4 وال 7 وال 19 ترسيكشن 2 4 و5، دي 5 ترسيكشن، بجيب المتكرر من المتكرر ال 2 وال 4 بس، يبقى ال 2 والايه وال 4 خلاص خلاص. طيب تعالى كده نبتدي في ال، شوف هنا في المسائل ديت represent on the number line x union y، ده برضه نفس اللي فوق، اعمل لي على النمبر لاين x union y. طب فين ال x union y؟ طلع لي، اقول له كده x union y، ده الاجابه بتاعتي، واطلع له ال x union y ليه مين؟ اجيب ارقام ال x وال y 1 و 2 و 3 وال 5 اهي 1 2 3 5 خلاص كده، وال 6 ما ال 5 يا مستر ما احنا جبناه، وال 7 وقفل ال 6 اوكي اوكي. طب قال لك كمان وتم اعمل ريبريزنت بقى، هتقول ازاي؟ برضه اعملها لك ماشي حاضر، عشان لو انت مثلا ايه مش فاهم برضه اكس يونيون واي عملتها اهوت، اما اعمل هنا برضه النمبر لاين 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اعملهم لحد عطل. لما نعمل لما تعمل نمبر لاين اعمل رقمه لحد الايه ال 10. طب تمام، هنا بقول لك بقى اعمل يلا الارقام دي، اقول 1 9 اقوم اعمل كده، اقوم اعمل ال 2 كده، اقوم اعمل ال 3 كده اوكي، وال 5 وال 6 وال 7 وايه واصلهم ببعض بالمسطره بتاعتي. خلاص يا حبيبي؟ خلاص يا مستر كده تمام كده تمام. قال لك انا عايز اكس انترسكشن واي، طلع بقى خلاص الفكره بقت سهل. على فكره والله الترم الثاني عندك سهل جدا، معدل الجيومتري، الجيومتري فيه رخامه شويه بس ان شاء الله هيبقى سهل. انا لحد الان بشوف لكم طرق في الجيومتري، احنا نخلص اليونت ده وبعد كده ناخد جيومتري عشان المدرسه برضو ايه ماسكين اعصاب النص. هبسط لكم الطرق في الجيومتري بطريقه جميله جدا جدا جدا، مفاجاه لكم بصراحه، يعني مفاجاه مفاجاه مفاجاه. يعني الجيومتري بالنسبه لطلبه سنه خمسه بيبقى صعب ورخم، انا هبسطها لكم خالص خالص خالص. انا عايز هنا الاكس انترسكشن واي، انترسكشن بجيب المتكرر، اكتبها لو انت نسيت، انترسكشن دي بجيب المتكرر، المتكرر من المتكرر هنا ها ال5 متكرره ايه كمان بس، يبقى اقول له ايه ال5 only right using the listing method. listing method ايه listing method دي اللي هي ده ايه انت مصعب الدنيا ليه؟ listing method خدتها في الترم الاولاني. each of the following set ماشي هعمل then present each of them on the number line، يعني بعد ما تطلع الارقام اعملها على خط الاعداد زي ده. طبعا الريبريزنت على النمبر لاين خلاص كده بقت سهله، صح ولا لا؟ صح. يعني عشان بس ايه نختصر في الوقت، تعالى كده ذا سيت اوف كاونتنج نمبر ليس ذان 4، كاونتنج نمبر ليس ذان، ليس ذان يعني اقل من، او ما اعمل كده الايه او اعمل كده
الأقل من 4 يبقى 3 2 1 قوم قافل. مستر إيه؟ أنت غلطان. ليه؟ لأن لسه الزيرو ما كتبتش الزيرو. لا هنا قال لك كاونتنج نمبر، انت الحصه اللي فاتت اللي قبليها اول حصه خدناها الكاونتنج نمبر اللي هي اعداد العد، اول ما بعد بقول 1 2 3 4 الكاونتنج نمبر ما فيش فيها زيرو، صح ولا لا؟ خلي بالك ما تقعش. طيب شوف اللي جاي بقى فيها زيرو، ذا سيت اوف ناتشورال ناتشورال نمبر، ناتشورال نمبر هي دي اللي فيها زيرو، ليس ذان 7 اللي اقل من ال 7 هيبقى 6 5 4 3 2 1 0. طب لو ما كتبتش الزيرو مثلا اتحسب لك غلط. يا كل ده عشان زيرو؟ اه لان انت كده سويتها ما بينها وبين الكاونتنج نمبر. قال لك ليس ذان 7 يعني اللي اقل من ال 7، الاعداد اللي اصغر من صغيره عن ال 7. ذا سيت اوف ناتشورال نمبر جريتر ذان 3 الاكبر من ال 3، اقول له كده الاكبر من ال 3 4 5 6 7. طب ما كله بقى سو اون نقط كده، النقط دي معناها يا ولاد سو اون يعني اللي ما لا نهايه، اقعد كمل انت بقى مع نفسك انت بقى، انا مش هكمل لك كله. طيب ذا سيت اوف ناتشورال نمبرز بتوين 1 اند 4 ال 1 وال 4 يبقى تقول له كده 2 3 بس 4 خلاص كده. ذا سيت اوف ناتشورال نمبر جريتر ذان 3 اند ليس ذان 7 الاكبر من 3 واقل من 7 يعني اللي ما بين ال 3 وال 7 بس، يبقى 4 5 6. ما تعقدش الدنيا، ما تقولش بقى greater than 3 and less than، يا عم اخلص. ايه هات الارقام النمبرز اللي ما بين 3 وال 7 بس كده. بيقول لنا complete او complete 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 the smallest natural number. انت حافظ اخر او الدرس الاولاني وقلت لك اكتبه في النوت بوكس عندك، قال لك هنا the smallest natural number هيكون ايه؟ اصغر عدد طبيعي له مين؟ الزيرو. وتحطه في الايه؟ في ال آه لا ما تحطوش في ست، اكتب زيرو، اكتب زيرو على طول كده. اوكي زيرو ذا سمولست كاونتنج نمبر اصغر عدد من اعداد العدد هيبقى ال 1 صح ولا لا؟ لان الكاونتنج نمبر بتبدا من عند ال 1. ذا ليست ايفن نمبر اصغر عدد ايفن، اصغر عدد ايفن هو من الزيرو، لان الارقام الايفن نمبرز بتبدا من عند الايه؟ ستارتنج فروم 0 2 4 6 8. The least odd number. الاود نمبر، الاود نمبر starting from a from 1 يبقى ده اصغر عدد فيه. The least prime number برضو الحاجات اللي كل ده كل ده انت المفروض تكون انت حافظها، ما فيش حد يقول انت فاهمها لي افهمك ايه، المفروض تكون حافظ الارقام دي. امال ايه لازمه شجره العيله اللي كانت وقلنا الست الوحشه واتجوزت وخلفت اربع بنات، ما الحاجات دي لازم تحفظها. ذا ليست برايم نمبر يعني اصغر عدد اولي، البرايم هيكون مين؟ ال2. ذا ليست ناتشورال نمبر بتوين 4 اند 9 الله على السؤال ده. بقول لك ذا ليست يعني اصغر عدد طبيعي موجود ما بين ال4 وال9. الاعداد اللي ما بين ال4 وال9 مين؟ اللي هي ال 5 وال 6 وال 7 8. هو بيقول لك انا عايز اصغر واحد فيهم هيكون مين؟ ال 5. اقول لك على حاجه احسن، هو عايز الاصغر واحد فيهم ابدا من بعد الصغير بس، ال 4 بعدها 5 بس حاتم. طب لو جه قال لك مثلا لا مش هينفع، يقول لك بعد الكبير. لو جه قال لك الكبير هبدا من عند الكبير واجيب اللي قبليه، مش هجيب اللي بعديه، اجيب اللي قبليه. لانه بقول ما بين الاثنين دول. The greatest اهي جت اهي natural number between 0 and 10 يبقى ابدا من عند الكبير واجيب اللي قبليه اللي هو مين؟ ال 9. The natural number between 7 and 9 مين الاعداد الطبيعي اللي موجود ما بين ال 7 وال 9 هيكون مين؟ ال 8. ما بين ال 7 وال 9 ال 8 بعد ال 7 after 7 8. The natural number greater than 8 but less than 10 ما بين ال 8 وال 10 بس ما تتعبش في نفسك ال 9. The natural number between 9 over C and 15 over C is العدد الطبيعي اللي موجود ما بين الرقم ده والرقم ده. طب ما تطلع الناتج ده ايه ده يا مستر؟ طب طلع اقسمها 3 by equal 9 3 by 3 3 by equal 15 3 by 5 يبقى دي 3 ودي 5 مين العدد اللي ما بينهم بقى؟ هيكون مين؟ ما بين ال 3 وال 5 ال 4 يبقى الريزلت هيكون مين يا اولاد؟ ال 4. قلت له يا مستر دي جت ازاي دي؟ انا قسمت عملت ديفيجن او ديفايدد 3 by equal 15 5 و 3 by equal 9 3 وطلعت الايه اللي ما بينهم.
The greatest two digit natural number. Greatest two digit natural number. Greatest two digit natural number. أكبر عدد طبيعي مكون من رقمين. Greatest two digit number. مين ده؟ من أكبر عدد طبيعي مكون من رقمين. 99. صح ولا لأ؟ 9 و9. هتقول له طب ما 8 8. لأ. ال 99 أكبر منه. The natural number between ده and ده. إيه ده؟ إيه؟ بيقول الأعداد الطبيعية ال natural number اللي between الرقم ده والرقم ده. أه. طب ده جايب لي هنا fractions. أرفع الكسر؟ لأ. ما ترفعش الكسر ولا حاجة. لأن أنت عارف ال natural number فين، فين ال natural number اللي دي؟ ال 5 وال 9. طب ال fractions؟ إلغيها ولا كأنها موجودة. ألغيها؟ أه ألغيها. لأن ده مش عدد natural. يبقى حتى لما بين ال 5 وال 9. ما بين 5 و 9 after 5 6 7 8 بس. ده مستر ده كانت حته مساله ده كانت صعبه بالنسبه لي ما عرفتش احلها. لا لا لا. Between 10 and 903 103. Between ما بين ال 10 و 103 there are كام natural number؟ في كام عدد طبيعي؟ ما بين ال 10 103 هيكون كام؟ 93 93 اه 93. طب جت ازاي دي؟ طرحتهم من بعض. في كم عدد ما بين، في كم نمبرز بتوين ما بين 103 وال 10؟ في كم نمبر، في كم رقم ما بين ال 10 وال 100 وال 103؟ اطرحهم من بعض، اطرحهم من بعض. اوكي هنا بيقول لي rewrite the following statements using. انت احنا عندنا هنا حاجه جديده، دي اسمها عارفين طبعا ان هي اسمها greater than ودي اسمها smaller than. طب دي ايه دي؟ ايه دي؟ دي اسمها greater than or equal. greater than or equal. طب ودي اسمها smaller than or equal. اسمها ايه؟ smaller than or equal. يعني ايه يا مستر؟ يعني اكبر من او تساوي او اصغر من او تساوي. يعني برضو مش فاهم. لما جه قال لك مثلا ايه؟ هنعرف دلوقتي. بس لو جاب لك الرقم ده يعني مثلا كده دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها greater than or equal. لو جاب لك العلامه دي وجنبها ال 5 فانت لازم تجيب ال 5 في الحل بتاعك. يبقى العلامه دي اللي ما بتيجي وجنبها الرقم، الرقم ده لازم يجي. هقول لك ليه دلوقتي. تعالى هنا بقول لك x is less than a. هنكتبها بقى بالرموز. بقول لك اكتب الكلام ده بالرموز باستخدام الادوات دي. اكس اكتب اكس ليس ذان. فين علامه الليس ذان؟ اللي هي دي طبعا. صح ولا لا؟ ال 8. قام كاتب ال 8. 8 اس ليس ذان. فين ليس ذان؟ اهي اكس اهي. زد ايوه از جريتر ذان اور ايكوال. جريتر ذان فين؟ جريتر ذان اور ايكوال اللي هي دي. جريتر ذان اور ايكوال 2 او 2L. او كاتب ال 9 اللي هي العلاقه الدور ديت 9. امسح لي كده. ناين از جريتر ذان. جريتر ذان اور ايكوال. اور ايكوال اهي. جريتر ذان اور ايكوال اهي ال ال. يعني ايه جريتر ذان اور ايكوال؟ بيقول لك الناين اكبر من ال ال. ده انا غلطت كده، المفروض دي كده معلش. ودي جريتر ذان برضو معلش، دي برضو المفروض تبقى كده. الزد جريتر ذان اور ال. صح انا غلطت معلش. ناين جريتر ذان اور ايكوال يعني الناين، اجيب الناين واللي اكبر من ال ال. بيقول لك الناين اكبر من ال ال، اكبر من ال او تساويها. ركز معايا، اكبر من ال ال او تساويها. هنعرف برضو في المسائل اللي جايه ديت علشان ايه ما نلخبطش الدنيا. برضه ودي نفس الكلام. x is greater than 8. ادي ال x greater than اللي هي دي ال 8. 8 اهو كاتب ال 8 greater than اللي هي العلامه ديت دي greater ال x. 9 is less than علامه less than اللي هي فين؟ اللي هي دي دي less than or equal or equal ال ال وهكذا. طيب تعالى انا بقول لك ايه بقى؟ اكتب لي الاعداد دي. بقول لك هنا اكتب لي الاعداد دي كده. بقول لك ايه؟ رايت ذا فولوينج سيت يوزنج ذا لستنج ميثود. اكس ايكوال سيت اي such as such that او such as a plong in.
هو A is between 0 and 4. يعني اكتب لي الاعداد دي، بقول لك ان ال A ديت هي عبارة عن اعداد belong in. يعني ايه belong in؟ يعني من ضمن ال natural number اللي موجودة ما بين ال 0 وال 4. طلع لي الارقام اللي ما بين ال 0 وال 4 اهو 1 2 3. طيب هنا بقول لك برضو where A is less than 3، يعني الارقام بتاعت ال A اصغر من ال 3. من الاصغر من ال 3 2 1. ما تنساش الزيرو عشان دي ناتشورال نمبر، عشان دي ناتشورال نمبر. خلاص. طب نمبر سي، نمبر سي زد ايكوال اي ساتش از اي بلونج ان اي سمولر ذان 6، يعني اصغر من ال 6. اجيب الارقام اللي اصغر من ال 6 اللي هي الايه 5 4 3 2 1 0. طب A، شوف هنا بقى A greater than or equal 3. بص بقى بقول لك هنا اكبر من او تساوي 3، العلامه دي لازم تجيب ال 3 واللي اكبر من بقى هتجيب اللي بعديها بقى. يعني هنا الحل هيبقى 3. ليه جبت 3؟ عشان علامه الايكوال دي وانت طالع بقى قال لك greater 4 5 6 so on و so on. وطبعا وطبعا ما تنساش انك تعمله على النمبر لاين. طيب هنا بقول لك هات الاعداد ما بين التو. شوف هنا بقى A greater than or equal 2 and smaller than or equal 5. ال A اكبر من ال 2 واقل من ال 5. الارقام اللي هنا تعال نحلها هنا كده، الارقام هتبقى ايه؟ طبعا ال equal وجنبها 2 لازم اجيب ال 2 3 4 ولازم اجيب ال 5 كمان. يبقى انا بجيب الارقام اللي ما بين ال 2 وال 5. ركز تاني تاني، انا بجيب الارقام اللي بين ال 2 وال 5. ركز تاني، انت شكلك نمت، شكلك نمت وزهقت وعايز تقفل الفيديو. يبقى انا عايز النمبرز اخر حته عشان نقفل. يلا اجيب النمبرز اللي ما بين ال 2 وال 5. ال 2 وال 5 بس خلي بالك ما تنساش تجيب الايكوال اللي هنا وتجيب الايكوال اللي هنا. طب هنا برضو نفس الكلام، هتجيب الارقام او النمبرز اللي بين ال 4 وال 7 بس ما تجيبش الايكوال. طبعا ما جابش هنا ايكوال ولا جاب هنا ايكوال فمش هجيبهم، يعني هجيب اللي ما بين ال 4 وال 7 بس، هيبقى 5 و6 بس. طب ليه يا مستر؟ عشان ما جابش الايكوال هنا. لو كان جاب الايكوال يبقى لازم اجيب الفور، لو كان جاب الايكوال يبقى لازم اجيب السيفن. طب ايه سمولر ذان اور ايكوال 5؟ يبقى انت لازم تجيب ال 5 واللي اصغر ما بينها بقى، واللي اصغر منها عشان سمولر 4 3 2 1 0. ايه جريتر ذان 4؟ هجيب الفور؟ لا مش هجيبه. ليه؟ عشان مش جايب عنده الايكوال. يبقى 5 6 7 8 سو اون. خلاص. اتمنى تكونوا يا رب فهمتوا النهارده، وتعيد الحصه من تاني وفيديو من تاني لحد ما تفهم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.